يخبئ هذا المبنى أهم اكتشاف لخبراء الآثار اليمنيين خلال القرن الماضي، ففيه توجد واحدة من أقدم الاكتشافات في عالم المومياء، حيث يعود تاريخها إلى 400 عام قبل الميلاد، حينها كانت تحنيط جزءا من حياة سكان اليمن التواقين إلى الخلود والمؤمنين بحياة أخرى. لكن تلك الاكتشافات التي عثر عليها في العام 1982 في منطقة شبام الغراس محافظة صنعاء تواجه اليوم أكبر تحد منذ العثور عليها صدفة من قبل أهل المنطقة وخبراء الآثار، ويمكنها أن تتحول في غضون فترة قصيرة إلى مصدر للخوف، وبفعل عوامل عدة يمكنها أن تهدد حياة الطلاب. الآن أصبح لدينا مشكلة كبيرة وعويصة جدا، أن الموميا بدأت تتحلل، الموميا بدأت تصاب بالبكتيريا، بدأت مشاكلها تظهر. النتيجة لإيش؟ أولا ما عندناش كهرباء، الجزء الذي بتحافظ على الجو المهيئ لأرض الموميا أصبح يتلاشى، بعض الأجهزة مختفية ما مش عندنا، ليس لدينا. الأمر الآخر، لدينا مواد كيماوية لا بد أن تعكم بها كل 6 أشهر. لقد سبق لأساتذة كلية الآثار أن وجهوا نداءات إلى مختلف الجهات، لكنهم لم يجدوا تجاوبا في ظل سيطرة الميليشيا على حاضر الجامعة ومحاولاتها محو جزء هام من تاريخ البلاد. الآن عندنا هذه الأشياء اللي هي محفوظة لابد نحن نحافظ عليها، اللي هي موجودة الآن يعني تحت الأماكن المحافظ عليها يجب أن يتم ترميمها، ويجب الإسراع في عملية إنقاذها، وإلا سيتحول القسم أو ستتحول المومياوات إلى كارثة، أولا كارثة إنسانية وربما كارثة بيئية. المحلول الذي تحتاجه المومياء لحفظها ووقايتها من البكتيريا لا يكلف كثيرا، لكن غيابه قد يمحو اليمن من سجل صناعة المومياء في العالم القديم.